السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي ما عمري ما هدرت عليه في القناة. غادي نهدر لكم هاد المرة كما وعدتكم على المشتريات ديالي من أليكسبريس. كما العادة كنتو يعني قلتوا لي الا جربتي، واش جربتي من مشتريات من أليكسبريس ولا جربتيهم هدرينا عليه. وحتى بعد منكم قال لي طلبني نجرب من أليكسبريس، نشري منه ونشوف واش يعني وصلوني مزيان، واش بونا كاليداد، واش داكشي يعني وصلني كيما هو، واش وصلني معطل ولا لا. دابا غادي ندوز نهضر لكم بالتفاصيل. قبل ما نهضر لكم على البرودويات ولا على الحوايج اللي خديت من أليكسبريس، بغيت نقول لكم مهم أليكسبريس هو يعني كاينين بعض الاشاعات يقولوا يعني ما كيوصلولكش الحاجه حتى يعني ما كيوصلوهاش ليك فاش كتاخديها، ولا درتي شكايه يعني ما كيرجعو لك فلوسك. وكاين شي بعض الناس اللي كيقولوا باللي راه أليكسبريس زوين، يعني كيصيفطوا لك الحاجه ديالك، ولا ما وصلتكش الحاجه ديالك كتقدري ديري واحد ريكلاماسيون وكيرجعوا لك الفلوس ديالك. المهم يعني في بعض يعني حنا نورمال كنكونوا شي شويه مرددين واش يعني نشريو منه ولا لا، ولمن غادي نتصنتو شكون اللي كيقول الحقيقه، واش بصح كيجيبوا لك الحاجه حتى للدار وداكشي ولا لا. المهم اول حاجه هو بيديت عندهم وصراحه وصلوه ليا حتى للدار. ثاني حاجه هو اللي خايبه فيه، بديت عنده ثلاثه ديال الحاجات، وصلوا لي واحد الحاجه من بعد من 15 يوم، وجوج حاجات كنتسناهم دابا ما وصلونيش. داكشي على قررت ندير الفيديو ونهضر لكم عليه، حيت كنت في الاول صحاب لي واش غادي يوصلني بالزربه هذوك جوج حاجات باش ندير لكم فيديو مجموع على المشتريات ديالي ديال أليكسبريس، ولكن كيتعطلوا بزاف. يعني أليكسبريس ماشي نقولوا غير كتجيو كتقدر كيجمعوا لك كلشي وكيصيفطوه لك في دقه، لا. أليكسبريس بحال مثلا كتدخلي لواحد البلاصه وكل بين دي دور ولا كل تياندا كتاخدي منها. بحال مثلا حنا فاش كيبان لنا داكشي كامل الارتيكولوس وداكشي كيسحب لنا واش كنتقضاو في نفس المكان، ولكن كتقضي انت مثلا في كل تياندا. بحال مثلا الا خرجتي من الدار وكتقضي في كل تياندا، كتقضي مثلا في هاد تياندا وهادي وهادي، داكشي على كل فينديدور كيوصل لك الحاجه ديالك يعني متفرقه، ماشي كيجمعوهم لك في خطره ويصيفطوهم لك. ثاني حاجه كما قلت لكم كيتعطل، يعني على حسب البنديدور. البنديدور الاول صيفط ليا الحاجه ديالي ما تعطلش، يعني 15 يوم وصلتني، وهذوك جوج حاجات يعني ما عرفتش انا فين تغيوصلوني. عندي واحد كيعطوك واحد الفيتشا ولا واحد التاريخ اللي انت يعني الا داز هذاك التاريخ وما وصلوكش الحاجات ديالك طالدة تقدري تصيفط لهم ولا دير واحد ريكلاماسيون تقول لهم راه ما وصلنيش الباكيتي ديالي، باش هما يشوفوا واش يصيفطوا لك ولا يصيفطوا لك الفلوس ديالك. صراحه الحاجه اللي كتشوفي انت في أليكسبريس كيوصلوا لك كما هي حتى للدار، كيوصلوا لك كما شفتيها انت في لاباج. ثالث حاجه اللي كتعجبني انا في أليكسبريس هو انه قبل ما تشري الحاجه كتهبطي في الكومنتاريوز لتحت كتشوفي الناس كيصوروا المنتوجات اللي شراو عندهم واللي وصلوهم، وكتشوفي يعني كل واحد شنو وصلته. كاين الناس كيصوروا مثلا نقول مثلا شي فيستيد ولا شي كسوه ولا شي حاجه، كتهبطي لتحت كتلقاي الناس مصورين لابسينها، ولا مثلا كيقول لك لا انا ما عجبتنيش، قال لي انت ما عجبتنيش، كتشوفي انتيا الاكثريه اشنو قال على هذه اللبسه واش عجبته ولا لا. واخا الاكثريه كلهم كيقولوا الحاجه وصلت لهم مزيان. والحاجه اللي ما كتعجبنيش فيه هو انه كيوصل لك الحاجه معطله بزاف بزاف، يعني على حسب فينديدور. الاول وصل لي داكشي في 15 يوم، وهادو بقاو لي جوج حاجات، هذيك هي الحاجه الخايبه اللي في أليكسبريس. ما كل شيء زوين، يعني الباغو سيغورو كل شيء زوين.
انا بغيت نقول لكم واحد الحاجه باللي انا راه ما كنديرش الاشهار بالنسبه لدوك الناس اللي كيبداو يقولوا لك كديري الاشهار فاش كيشوفوني كنهضر على حاجه مزيانه. انا كنهضر على الحائله، كنت كنهضر على حاجه مزيانه يعني على اكسبيرينس ديالي، وبغيت يعني نساعدكم ماشي غير الا كنهضر على حاجه زوينه راني كندير لها الاشهار. انا ما كنديرش اشهار حتى شي حاجه، ولا توصلت بشي حاجه راه كنقولها لكم كما دي. واخا نكون كندير الاشهار الا ما عجبتني شي حاجه بحال هذاك الساك، عطاوني نوري لهم السيت ديالهم ولا نشهر السيت ديالهم. وصلني الساك ما عجبنيش، قلت لكم ما عجبنيش هذاك الساك، جاني لاوي وخايب. المهم دابا غادي ندوز نوري لكم باش توصلت. باش توصلت شو ما شي طابيات ديال الدوش ولا ديال البانيو. توصلت ديال الدوش الاول والدوش الثاني مازال ما وصلوني، يعني الى وصلوني غادي نوريها لكم. ديال كوارتو دي بانيو مازال ما وصلني، يعني اللي فيها الطابي ديال البينوار والطابي ديال طابيات ديال لابابو كامل هادشي. دابا اللي وصلني هو ديال الدوش الثاني اللي فيه غير لابابو. هذاك اختاريته في هذا الشكل هذا على هذا القنيه هذه اللي فيها هكا هاد الالوان هادو اللي عجبوني بزاف، حيت فيها هاد القهوي وهاد الكري، حيت انا داك الدوش الثاني فيه الارض ديالو قهوي وغادي يجي مع هاد الليمونية هذا، وفيه الكري غامق وبين القهوي يعني الدس ديالو على اللون ديال هذا اللي خديت من اللور. كيجي داير بحال هكا في هاد الاستيك هادو اللي كتشديهم بهذاك، يعني نورمال كيكونوا في اي واحد. وكما كتشوفوا راه في هاد سميتو، راه انا غنحط لكم الصوره ديالو. صراحه كما انا شفتو وصلني، يعني ما مبدله ما مغيره فيه حتى شي حاجه، والتوب ديالو زوين يعني بوينا كاليدا. ننصحكم به البنات الى بغيتو تاخذوه بحالي وكتقلبوا بحالو، حيت اصلا تشينوس البازارات ديال تشينوس اللي كاينين هنا كيبيعوا غالي. المهم انا هذا خديته هكاك بديك 14 يورو ولا 13 يورو، ما بقيتش عاقله، ولا 12 يورو. انا غنحط لكم الثمن غايبان لكم دابا في البانتايو، غادي نحط لكم نوري لكم حتى الفوتو بحالاش كيجي في الباني. ثاني حاجه اللي خديت هو نيت ديالو، هو هاد الطابي هذا اللي كيجي معاه، هذا ديال لابابو كما كتعرفوا من التحت. هذا في خديت حيت فيه غير جوج، فيه داك لابابو فيه داك الاخر. المهم هذا راه عجبني بوينا كاليداد، وحتى جا زوين مع داك، اختاريتو على اللون ديال الدوش اللي اللون ديال الارضيه ديالو. بغيت نقول لكم واحد الحاجه باللي بزاف ديال البنات قالوا لي واش انتيا شي مره جربتي السيت ديال ويش ولا لا ولا نجربو. بغيت نقول لكم يعني داك السيت ديال ويش ما جربتوش، وحتى كنت كنقلب واحد النهار بديت كنقلب، حيت اول حاجه كندير كنقلب كنشوف شي كوريو اللي نقدر مثلا ما توصلش بالبرودويات ديالي، نقدر نتواصل معهم باش نقول لهم راه بلي ما وصلنيش. وبان ليا ما كاين حتى شي كوريو الكترونيكو، ما كاين حتى شي بلاصه فين تقدري تواصلي مع ويش باش ديري لهم واحد الريكلاماسيون. المهم هذا هو السبب ديالي، ولكن شي مره اللي نقدر نجرب فيه شي حاجه بحال مثلا شي حاجه رخيصه اللي نقدر نخسر فيها واخا مشات ليا ماشي مشكل، بحال مثلا نقدر نخسر فيها شي خمسة اورو ولا جوج اورو ولا ثلاثة اورو، الا مشات ماشي مشكل. ماشي نقدر نزعم نشري فيه كتر ولا 20 اورو 30 اورو 40 اورو، يعني ديك الساعه غادي يبقى فيا الحال الا ما قدرتش نتواصل معاهم ولا ما وصلنيش البرودويات اللي قضيت من عندهم. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لي بزاف ديال لي لايك، وما تنساوش خليو لي الراي ديالكم في الكومنتاريو. وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله.